خرجنا من مباراة خلينا نقولوا بأخف الأضرار، ولو أنه أكثر حاجة كانت خوفنا هي الإصابات. اليوم فين إصابات توقيت المباراة، يمكن بالنسبة للفريقين كنا نعرفوا أنه توقيت صعيب في آخر الموسم، فما تعب كبير عند اللاعبين، فما ضغط. الترجي كان مراهن على البطولة، والأهلي كيف كيف، الفريقين اثنين بذلوا مجهودات كبيرة معنا في الدوري متاعهم. عنا إصابات من الفريقين. اليوم يمكن شفنا مباراة متوازنة، يمكن في آخر المباراة الأهلي ضغط أكثر، واللاعبين متاعنا اختاروا باش ما نقبلوش أهداف. على كل مباراة ما كانش سهلة، تلعب ضد الأهلي في مصر يمكن نتيجة التعادل بالنسبة لنا تكون نتيجة إيجابية. قبل المباراة كنا نفكروا أنه نلعب من أجل الفوز، إذا ما نفوزوش ما نخسروش. Questions? Do you have a questions? أقول لك أسئلة للراجل؟ Yeah. أقول لك أسئلة للراجل؟ أقول لك أسئلة للراجل؟ Questions for Mohamed Chabani. Questions for Mohamed Chabani. مبروك مبروك. قولي لي على 3 نقاط، قولي ايش هتعاد. أبدأ أسألك بس، كان في نهارده كنا ناقصين، يعني كان في يعني قوة زي شديدة أوي في اللعب، يعني هل ده مش متعودين عليه من الطرفين؟ من الطرفين، تصور من الطرفين. الاهلي زاد كان شديد يعني في اللعب نتاعه، وتعرف المباريات بين الانديه الكبار الثنائيات، كي تربح الثنائيات نتاعك وتربح الكور الثانيه تفرض لعبك على الفريق المنافس، وشفنا انه كان فما موتيفاسيون من الفريقين الاثنين، هذاك علاش فما كان اندفاع بدني كبير، وهذا مفهوم في المباريات الكبيره. شوفوا الدوريات الكبار ولا الشامبيونز ليج الاوروبي، تشوف اندفاع بدني كبير. كابتن معين، حابب اسال حضرتك، بتقول ان انت جايين الترجي كان جاي يلعب على الفوز، يمكن ما شفناش الترجي النهارده في ولا هجمه خطيره على الجون الاهلي، ده سبب؟ صحيح، ما شوف تاريخيا ويمكن في الماضي القريب كي جازفنا اكثر من اللزوم ضرينا اكثر من اللي بس. ده عكس اللي قبل المباراة. لا قبل المباراة قاعد تسمعني وتفهم كويس ولا؟ اوكي، مش مشكلة، انتبه وحل وذنيك تسمعني كويس. قبل المباراة جايين من اجل 3 نقاط للفوز، وإذا ما جاش الفوز ما ناخذوه، ما تكونش فيه مجازفة كبيرة، لأنه إذا تجازف ضد الأهلي في مصر أكيد تخلص كاش، وجازفنا قبل وحتى في تونس وضد الأهلي في تونس وجازفنا وكنا رابحين 1-0 وخلصنا كاش. اليوم أول مباراة معنا في دور المجموعات، نلعب ضد الأهلي في مصر، فريق كبير، فريق محترم، عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، ماهوش يكون ماتش سهل، بيودنا انه ناخذ 3 نقاط، اذا ما خذيناهمش ما يلزمناش نخسر. واضح؟ واضح. Other questions for Mohamed Chabani. هل تصاب اللاعبين كثيرا في الملعب اثناء المباراه؟ كانت التعليمات الفنيه لاداره الوقت التمرينيه للمباريات دائما في شمال والله مركز. لا والله مركز، اما نوعيه الاسئله سامحني، معناها انت مدير فني يجي يقول لك اللاعبين طيح. اسال السؤال يا فندم، عليه مضحك السؤال. انا حر نظرك، عندك مشكله معايا؟ خلاص معلش يا محمد، يلا لا، لانه سؤالي ضحك. لا معلش، اوكي، انا احترمك اذا قلت رقم. لا والله سؤالي ضحكني بالحق. اذا لم تجاوب ايه، ما انا ما نقدرش نمنع نفسي من الضحك، اذا سؤال ضحكني ما نقدرش نمنع نفسي. اهدار الوقت في الشوط الثاني كان كثيرا جدا، والمباراه في الشوط الثاني حسب الارقام الاحصائيه للفرق الحكام لم تلعب سوى 27 دقيقه. هل اهدار الوقت كانت تعليمات فنيه من جانب الجهاز الفني، ام ان اللاعبين كانوا معمول لجهاد بدني نتيجه نهايه الموسم فتعرضوا لاصابات عديده؟ ده سؤال.
انت شفت معنا اللي تعرضنا لزوز اصابات وكانوا اصابات معنا جديه معنا فماش تعليمات ما نعطوش تعليمات باش نضيعوا الوقت. انا نقدر فيك اللي معناها من الماتش من مباراة كاملة اخترت السؤال هذا، نفهم اللي انت متحسر شوية، الترجي الرياضي التونسي ما يضيعش الوقت، معناها اذا عندك زوز اصابات وظاهرين ان هما اصابات وحتى الاهلي صاروا له اصابات معناها عادي.